السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله معانا النموذج نمبر 5، النموذج الخامس والأخير في نماذج الأضواء، ونبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول. بسم الله. Choose the correct answer. What's the energy transformation when riding a bike؟ ما هي تحولات الطاقة؟ يعني الطاقة هتتحول من طاقة إيه لطاقة إيه لما أركب أو الدراجة بتاعتي أو أسوق الدراجة؟ طبعا يا شباب، جسم الانسان بيكون فيه طاقه كيميكال انرجي، بيكون فيه طاقه كيميائيه. الطاقه الكيميائيه دي هي اللي بتديني الانرجي انها بتتحول ليه يا ولاد، بتتحول ليه لكاينتيك انرجي، لطاقه حركه اثناء قياده الدراجه. يبقى الاجابه كيميكال انرجي، طاقه كيميائيه، كونفيرت انتو كاينتيك انرجي، تحولت الى طاقه حركيه. نمبر 2، which of the following can store energy؟ مين في دول ممكن يخزن طاقه؟ يبقى الحاجة اللي بتخزن الطاقة عندي يا شباب هي الباتري، البطارية. الواير مش هيخزن، البلاستيك مش هيخزن، الالكتريك لامب مش بتخزن طاقة. نمبر 3، what is necessary mathematical relationship to calculate the velocity؟ velocity يا شباب هي هياها السبيد. طبعا القانون بتاعي او القاعدة بتاعتي بحسبها ازاي، بتساوي قلنا الديستانس بقسمها على مين يا ولاد، بقسمها على التايم، بقسمها على الزمن. يبقى اختار مين، ال distance divided the time. number 4، the nut leaves help plant to absorb sunlight. طبعا انا خدت عندي الووتر ليلي، نبات كبير كده كان عنده ورقه بتاعته كبيره كده بالشكل ده. الورقه دي يا شباب كان بيقول عليها وايد وايد ليفز او برود، كلمه برود يعني ورقه عريضه، ورقه عريضه او وايد ليفز. طب ايه فائدتها يا جماعه ليه هي عريضه؟ قال لك تو ابزورب سان لايت، عشان تمتص اكبر قدر من الطاقه الشمسيه. نمبر 5، diaphragm muscle contract and move down. يبقى عضله الحجاب الحاجز بتتحرك الى الولاد الى اسفل امتى؟ during inhalation، خلال عمليه الشهيق. يبقى لما اخد نفس الاكسجين بيخش جوه الشيست، جوه الصدر، يبقى دلوقتي يا ولاد هي العضله دي بتنزل الى ايه؟ الى اسفل. نمبر 6، تيبل سولت كان بي ديستنجويش فروم شوجر. يبقى عندي سولت، ملح، وعندي سكر، عايز افرق بينهم. هفرق بينهم بحاسه ايه يا ولاد؟ بحاسه التست، يعني التذوق. نمبر 7، which of the following allows a light to pass through it؟ مين في دول يا ولاد بيسمح لللايت ان هو يعدي منه؟ اكيد ماده شفافه. طب مين الماده الترانسبيرنت او الشفافه اللي عندي؟ يا ترى الخشب؟ اكيد لا. الميتال، المعدن؟ لا. الوول، الحائط؟ لا. فالاجابه طبعا الجلاس، اللي هو الزجاج، ماده شفافه هتسمح بالضوء يمر خلالها. 8، the opposite figure represent نقط فورس. طبعا لو بصينا في الشكل ده يا شباب هنلاقي الولد ايه، ها، بيعمل بوشنج، بيدفع البوكس ده او الصندوق ده بعيد عنه، فدي طبعا تمثل بوشنج فورس. نمبر 9، السؤال اللي بعده نمبر 9، will each of the following represent kinetic energy except؟ كل الجمل الاتيه تمثل طاقه حركيه ما عدا مين يا شباب؟ بيقول نمبر 1 vibrating، vibrating particle of substance during heating، يعني حركه الجزيئات او اهتزاز الجزيئات ده طاقه حركه، بيتحرك. movement حركه، برضو هنا movement حركه. يبقى الاجابه ايه يا ولاد؟ a ball stuck to the top of tree، يعني الكره علقت في قمه الشجره، طبعا ديت مفيش فيها kinetic energy. نمبر 10، bees depend on communication on، البيز يعني النحل بيعتمد على التواصل عن طريق ايه ولاد؟ عن طريق الموفمنت، الحركه. السؤال بعد بيقول لي complete the following. number 1، the velocity of a body increase when the time، يبقى الوقت ال velocity او السبيد يا شباب increase، امتى تزيد؟ ال velocity بتزيد لما التايم يكون ايه؟ بيقل. التايم ايه يا ولاد؟ decrease، التايم هيقل. to cover a certain distance، عشان يمشي او يغطي نفس الايه، نفس المسافه. نمبر 2، the main source of light on the earth surface، المصدر الاساسي للضوء على سطح الارض، طبعا الشمس او الصن. نمبر 3، the blood transport، الدم بين الايه، from the lungs to all cells of the body، الدم بينقل الاكسجين جاز. يبقى البلد بين ايه يا شباب؟ بين الاكسجين to all from the lungs، من الرئتين الى جميع اجزاء الجسم. نمبر 4، the amount of energy required to move body through the force acting on it known.
يبقى دلوقتي كمية الطاقة اللازمة لتحريك الجسم a body through a force acting on it عن طريق قوة بتأثر عليه. ده تعريف مين يا شباب؟ تعريف ال work، تعريف الشغل. Number 5 when you knock the door عندما تطرق على الباب. بيقول لي نقط انرجي تشينج انتو نقط انرجي، يبقى عند الطرق على الباب يبقى الكاينيتيك انرجي هتتحول الى ايه يا ولاد؟ الى ساوند انرجي، الطاقة الحركية هتتحول الى صوت. السؤال اللي بعده بيقول لي correct number 1 بيقول لي the main control center of human body. main control او المتحكم الرئيسي في جسم الانسان طبعا هو ايه يا شباب؟ هو البرين او المخ. number 2 بيقول لي fish breathe the dissolved oxygen in water through the skin. الفيش يا شباب السمكة بتتنفس الأكسجين اللي موجود في الماء عن طريق الجلد عن طريق الخياشيم. number 3 one of the negative effect of water pollution of human is chest disease. يبقى هل يا شباب النيجاتيف افكت او الآثار السلبية للووتر بلوشن؟ لا طبعا مش الووتر، المفروض الإجابة ايه يا ولاد؟ الاير بلوشن، تلوث الهواء هيؤدي الى ايه؟ شيست ديزيز يعني امراض الصدر. يبقى هنا شيست يا ولاد يعني الصدر. نمبر 4 a pole that rolls on a ramp gradually its potential energy increase. يبقى الوقت انا عندي هنا رامب يعني منحدر، في كوره نازله عليه كده يا شباب ماشي عليه تمام بالتدريج، ايه اللي هيزيد يا ولاد؟ طالما هي نازله كده فبالتالي الكاينيتيك انرجي هي الايه؟ هي الانكريز هتزيد. نمبر 5 when balanced force act on a static body it move. يبقى هنا بيقول لي balanced force قوه متساويه او متوازنه هل هتخلي الجسم يتحرك؟ لا طبعا، المفروض الاجابه unbalanced قوه غير متساويه. السؤال اللي بعده نمبر 4 نمبر 1 بتقول لي a pattern has meaning. pattern نمط او تتابع ليه معنى. ده بيديني ايه يا ولاد؟ ده بيديني حاجه اسمها كود، الشفره كود. الاجابه كود. نمبر 2 force arises between two touching surfaces. هي قوه تنشا بين سطحين متلامسين. طبعا دي قوه ايه يا ولاد؟ قوه الفريكشن فورس او قوه الاحتكاك. قوه الفريكشن الاحتكاك. The light property help us to see our image in mirror. ايه الخاصية اللي بتساعدنا ان احنا نشوف نفسنا في المراية؟ طبعا دي اسمها خاصية انعكاس الضوء اللي هي light reflection. light ايه ولاد؟ light reflection انعكاس الضوء. stored energy in gasoline. stored energy in gasoline الطاقة المخزنة في البنزين بتاع السيارة بتكون طاقة ايه يا شباب؟ طاقة chemical، طاقة كيميائية. when the applied force on the object increase لما القوة بتزيد ها يبقى السبيد هتزيد. يبقى لما القوة يا شباب هتزيد على جسم يبقى السبيد بتاعته هتزيد، سرعته هتزيد. السؤال اللي بعده بيقول لي classify the following structural or behavioral adaptation. يا ترى دي structural ولا behavioral؟ number 1 بيقول لي the presence of sharp thorns in some desert plants. sharp thorns يعني اشواك، أشواك حادة في بعض النباتات الصحراوية. طبعا ده جزء في تركيب النبات نفسه فبالتالي structural adaptation تكيف تركيبي. number 2 varied diet property in some animals يعني التنوع الغذاء، التنوع الغذاء عند بعض الحيوانات. طبعا ده شباب behavioral adaptation يعني في بعض الحيوانات بتاكل أكتر من نوع من الغذاء. number 3 the activity of bats at night to search for food يعني نشاط الخفاش بالليل للبحث عن الطعام. طبعا ده behavioral adaptation تكيف سلوكي لان مفيش اي تغيير في تركيبه. number 4 sharp teeth الاسنان الحادة في البريديتور في الكائنات المفترسة. طبعا ده جزء من تركيب الكائن البريديتور المفترس فبالتالي structural adaptation. number 5 والاخيرة the eyes of panther chameleon move in different direction يعني عينين الحرباء بتتحرك في اتجاهات مختلفة. الإجابة يا شباب طبعا دي جزء من تركيب الكاميليون فبالتالي هيكون ايه؟ structural adaptation تكيف تركيبي.